قدر السيد نواف شكر الله بأربعة دقائق كوقت بدل ضائع لهذا الشوط. كرة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، يا لروعة النجم، يا لإبداع النجم الساحلي في السماء، يتقدم بهدف جميل، بنوى الناس، يسعد الناس وكل التوانسة، ويسجل هدف من أجمل أهداف البطولة، هدف يحمل كل معاني الأنس للنجم الساحلي التونسي. الله 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 الله، يا سلام على لقطة وعلى هدف وعلى إبداع. الله الله يا النجم،